تفضل يعيشك. خلي الميكرو انت لابسه ميكرو بطبيعتك. هذا هو جو. مرحبا هلا. وين الغياب هلا؟ والله موجوده. خلي الناس يتذكروا كيفاش هلا الهرماسي انطلقت. البدايه ملي صغيره الموهبه بدات تكبر معايا وانا في كورال الاطفال، ومن بعد شويه برامج اول مشاركه تلفزيون. أول مشاركة تلفزية يعني سامي نورمال مع زميلك حاتم بن عمر، ومن بعد الخطوة الأولى، ومن بعد طريق النجوم. شاركت في طريق النجوم؟ طبيعة طريق النجوم واحد. يعني كانت الانطلاقة نتاعك طريق النجوم. طريق النجوم واحد. شو الأغاني اللي هلال الهرماسي قدمتهم؟ عندي إنتاج خاص كلمات وألحان مير هرماسي اللي هو شقيق. شقيقي ونوجه له تحية كبيرة. تحية إلى المطرب ماهر الهرماسي اللي هو شقيقها. شو الأغنية تقول؟ كلمات وألحانه؟ برشا أغاني كلمات وألحانه. يعني تعاملت كان مع أخوك؟ إيه تعاملت معه. شو الأغاني اللي ربما تحسها نجحت شوية؟ حلوين، الكل اللي سمعوهم قالوا لي حلوين. ما عندي أغنية مسجل فيها توا، فريق الغالي. فريق الغالي عجبت برشا ناس. كلمات وألحان. كلمات وألحان. هو أستاذ موسيقى. أستاذ موسيقى. أستاذ موسيقى. على كل والعائلة كل فنية على فكرة، وكلهم أساتذة موسيقى.
كلهم اساتذه الموسيقى. انت استاذ موسيقى؟ انا دبلوم موسيقى. دبلوم موسيقى عربي. هلا يتواصل معك الحديث اكيد. دخلنا في الاخبار الفنيه بين الرياضه والفن طبعا، ما زالت الاخبار الرياضيه. نحب نستقبل ايضا ياسمين، الزميله ياسمين بن سعد. ياسمين اهلا وسهلا بك ياسمين. مرحبا. تفضل. مرحبا. هلا ياسمين اهلا وسهلا. اكيد اخبار فنيه كبيره ومواكبات زيدا. ومواكبات. مرحبا بالساده المشاهدين والجمهور اللي حاضر معنا وضيوفنا زيدا. ايه اول خبر ياسمين نبداو به؟ باش نبداو بضيف، ضيف جاي يحكينا على تظاهرات. تعرف اللي توا تونس قاعده تشهد تحضير المهرجانات وتظاهرات ثقافيه اللي باش تشهدها البلاد في الفتره الصيفيه. دونك باش نبداو مع ضيفنا سي لطفي قريعه. سي لطفي قريعه هو منظم مهرجان سالسا بيت برقه. سي لطفي قريعه سيدي ماهوش حنا بعد نستحق.